كيف سي فتح، شنو المشكل ديالك مع رشيد شو؟ هو شنو المشكل مع ولاد الشعب؟ ماشي مع فتيح، وانما فتيح هو كوميدي شعبي والحي المحمدي ومغربي. كانت عندي واحد المشاركه فقره فكاهيه في واحد البرنامج مغربي سميتو رشيد شو. كنت فاجئ انه كتحيد ديك الفقره لا لسبب، بدون سابق انذار، بدون اتصال، بدون تواصل، بحال هذا الانسان اللي داز في هذيك 7 دقائق ما كيسوى حتى حاجه في هذيك القناه، بحال شي دبانه كانت لاصقه في ليكرون وجراو عليها صافي. الادهى من هذا هو انك انا عادي بواحد التلقائيه في الفيسبوك، درت انا بحالي بحال الناس اللي فان ديولي والاصدقاء ديولي، قلت لهم فوالا تفرجوا راه غادي ندوز وكذا، فرحان براسي لانه احنا ما كندوزوش بزاف ولاد الشعب ديك القناه لاسباب كيعرفوها هما. كنعيط لمعد البرنامج كيقول لك اودي انا ما في خباري والو، كنعيط للقناه لا يجيبون. واحد اللي جاوبني هو الجمهور في التعليقات ديالو، تيقول لك اودي بكل بساطه وبكل يعني بكل وضوح، انت ضحيه المقاطعه. انا كنضامن مع الناس وكنقاطع حتى انا المنتوجات الغاليه، انا مواطن مغربي بسيط. علاش انا الموضوع اللي تطرقت ليه في رشيد شو هو موضوع ديال الكريساج. انا قلت لهم الكريساج ماشي عند ولاد الشعب اللي هازين السيوف، راه اللي عنده كرافاطه راه عنده فورما ديال السيف، هذه كرافاطه اللي شتيها كتشوف بحال السيف، حتى هو كيكريسي غير هذاك كيدير البسطام وهذاك كيدير لنا صوتنا وكيدير لنا حقوقنا بحال الكريساج بحال. وانا ملي هذه القناه او هذا المعيد ديال البرنامج ولا الناس المسؤول اللي حيد ديك الفقره خصو يجاوب الجمهور. الى ضحيه مقاطعه انا كنفتخر وانا مع المقاطعه وانا مع الشعب، لانه هذا الاحتكار وهذا الاحتكار وهذا القمع اللي بغاو يديروا لنا هاد الناس يدويو بداك الشيء اللي بغاو هما. انا ما غنقولش لهم سيس، ما غنعاودش لهم النكات ديال ساندويتش، وما غادي نقول لهم داك الشيء اللي بغاوني نقولوا لهم. انا ما نديرش اشهار لواحد اخر، كندير اشهار للشعب المغربي. انا ولد الشعب، انا كندير الحادات. انا من شحال هذه وانا خدام غير بحال المجمر، غاديه بالعافيه، ما بغيتش ما تنفخش دغيا باش نتفرقع. انا واحد الانسان اللي غادي دقه دقه ولكن مع ولاد الشعب. وبهذه المناسبه ومن هذا المنبر كنقول كاع الناس التعليقات ديالهم اللي كانت بردا وسلاما بالنسبه لي انا، والله الا خديت 30 حلقه في ذاك البرنامج بحب الجمهور وبالتعليقات اللي جاتني اليوم والتليفونات. الحمد لله كاين جمهور فيسبوكي تواصلي اجتماعي ديال بصح. عرفتي وما حز في نفسي وحق الله العظيم والله شاهد، هو انه ملي كتكون الوالده ديالك، راه الوالده هي كل شيء. الوالده كتفرج وكتسنى في ديك القيطه ديال ولدها وبواحد الحرقه، ملي ما كتسير البرنامج وما كدوش كتمشي تطفي التلفازه بواحد العصبيه اللي ما نعاودش لك. زعما انا تقلقت في ديك اللحظه، هذيك اللي قلقتني. اما انا القناه كامله بكل شيء ليها ما كتسوى عندي حتى حاجه قدام هذيك اللحظه اللي تفقست فيها الوالده ديالي. وامهات بزاف اللي تفقسوا لانهم كيبغيو يضحكوا مع ولاد الشعب، كيبغيو يضحكوا بالهم ديال الشعب. لحد الان ما جاني حتى شي جواب، وما بغيتش الجواب، بغيتو الجمهور، بغيت التعليقات ديال الجمهور يشوفوا هذوك الناس مسؤولين. هادشي اللي بغيت. كانوا اتصالات من بعد الفنانه طبيعه الحال، كانت مسانده ديال مجموعه من الصحفيين مشكورين كلهم، ديال الصحافه المكتوبه والمرئيه والمسموعه وناس ديال المواقع الالكترونيه كلهم، الاصدقاء ولغير الاصدقاء، وكلهم كان عندهم اجماع هو انه التفاهه عندها واحد اللوبي ديالها والحموضيه عندها لوبي ديالها، ولكن في الجهه الاخرى راه ولاد الشعب راه كاينين، حنا ماشي بوحدنا. الا كانوا هما سابقيننا بالعلاقات وبالعلاقه، ولكن ولاد الشعب راه خدامين بغوتهم. حنا الان نواصل واحد النضال اللي بداوه الناس، حنا كنواصلوه. كل واحد فين كياكل العصا، واحد كياكلها في التلفازه، واحد كياكلها في الخدمه، واحد كياكلها في القرايه، واحد كياكلها في الصحافه كيخلوا شي الخبر يوصل، واحد كياكلها في الامتحانات وغدا، لانه لا يمكن ان نصنع الانجاز الا بمعاناه، وحنا معاهم. انا ما بغيت حتى حاجه. انا بيني وبينك ملي كنشوف هاد الدوزه ديالي كتبان ليا واحد الدوزه خفيفه ديال واحد مره في العام، ولكن الطريقه هي اللي مثيره.
وتثير الضحك والهستيريا صراحه، لانه لا يعقل انك تحذف فقره فكاهيه وتعوضها بفقره فكاهيه ديال المنشط. كون هكا شي فكاهي اخر ماشي مشكل، تعطات فرصه لصديقي واخي، ولكن تعيد لي الفقره ديالي اللي انا اللي حصل الحظ انه واحد في الجمهور سجلها وصيفطها لي اليوم، اللي غتكون حتى هي اللي غتكون جواب، جواب اللي كنتسنى الرد ديال القناه باش نعطيهم انا الجواب ديالي. عندي الحلقه كامله مسجله وفيها فيها 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 الفقره ديالي. تحيد الفقره ديال الفكاهي ودير الفقره ديال المنشط كيدير الفكاهه، هو صافي يدير كل شيء، يعطيه هو يقدم ويدير الفكاهه ويدير الجينيريك ويعطي الاخبار ديال الطقس ويعطيه كل شيء، حتى ديك الاخبار ديال البورصه هو في الاخر يطفي التلفازه وينعس. وبزاف انا هادشي بان ليا بزاف، واشنو نهزو تاعنا حوايجنا ونديرو بحال وحدين قرين نمشيو لبلاد اخرى؟ لا، يمشيو هما اللي عندهم مشاريع ديالهم تما. حنا ولاد هنا، حنا ولاد الكاريان، حنا ولاد الغيس، حنا هنا ما بغوناش نديرو الفن، راه ما غنديروش معاهم، نديروه مع ولاد دربنا. حنا راه الحفلات ديال عاد العرش كنا كنشطو فيهم اكثر من التلفازه. حنا العواشر كنبيعو فيهم التعارج، كنديرو فيهم سهرات يوميه حتى كيتقاضاو التعارج. البركه صافي، الله يجعل البركه. الناس راه عاقت، انا العاقل راه بقاو كل مره مسلسلات تركيه مسحات كل شيء. بركه عطيونا شي حاجه ريجستري وشي حاجه زوينه، ولاد الشعب راه عاقو صافي. بارك قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.